السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. حادث مرور مميت جريح وثلاث وفيات في حادث مرور بولاية عنابة. تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 2:10 ليلا من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 44 بلدية ودائرة عنابة. خلف الحادث وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح مختلفة. تم إسعافه وتحويله إلى المستشفى المحلي. أما جثث الضحايا تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث لتعديلات المؤسسة الاستشفائية. وهذه صور الضحايا. وفاة 3 شباب من ولاية سكيكدا من بلدية بكوش الأخضر قرية سيدي السعيد. الله يرحمهم يا رب العالمين ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.